مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت اذا حبيتوا الفيديو تحطوا لايك، واذا انتم جداد تشتركوا فيه. معكم نيلي مع اطيب كفته بالفرن يلي مقاديره 500 غرام لحمه ناعمه، 65 غرام برغل ناعم، بصله زائد ثوم. التوابل: فلفله حمراء، شطه، ملح، فلفل اسود، زنجبيل، بودرة ثوم. والمقادير مكتوبة كلها على الشاشة. أول شي بناخد اللحمة والبصل، البصل الناعم مفروم ناعم، والبرغل ناشف للسعة، ونحط كل التوابل فوقها: الفليفلة الحمراء، الشطة، ملح، الفلفل الأسود، والزنجبيل، وبودرة الثوم. وبعدين بنحط نبشر عليها الثوم. فصين ثلاثة حسب ما ترغبوا، وبصلة صغيرة طبعا مقطعة ناعمة، ونخلطهم كلهم مع بعض. البرغل مثل ما قلنا ما بده تنقيع مسبقا، وهيك نبلش ندعكهم مع بعض، ندعكهم 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 لين ما نخلطه بشكل جيد. نخلطهم بعدين. انا وزنتهم مشان يطلعوا كلهم مقاس واحد، احب اوزنهم كل واحد 40 غرام. أنا وزنتهم على 40 غرام، ممكن إذا بتحبوا شوي أكبر حطوا أكبر شوي، يعني 50 60 غرام. 40 كان مقاسه كتير منيح. بعدين جبنا هذا السيخ الخشبي، وهيك عليه كله من شكله هيك مثل ما شايفين هيك، ومننقع إيدنا كل شوي، مننقع إيدنا شوية زيت كمان. هيك كلهم من شكلهم لبين ما يتشكلوا كاملون. انا اول شي قطعتهم كلهم على 40 غرام، وبعدين بلشت اشكلهم، وحطينا فوقهم زيت زيتون، من تحت كنت حاطة انا زبدة اول شي. هيك ندهنهم كلهم، ندخلهم الفرن على 200 مدة 40 دقيقة. بعدين هون بلشت أحضر شوي مشان الزينة فليفلة ملونة، كنت قالية شوية بطاطا القلاية الهوائية كمان، وهيك قدمتون. وإن شاء الله عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم لا تنسوا لي اللايك. شكرا لمتابعتكم حتى النهاية، أقدر اهتمامكم ووقتكم الثمين، وإلى اللقاء في وصفات قادمة. هيدو.